الكلاريتي عنده عندي الميزه ان هو بيجمع بين نوعين الليزر اللي موجودين اللي هما الموست افكتيف في الهير ريموفال، الاندياج والالكس. النوعين دول هما افضل نوعين في ازاله الشعر. تمام، بختار النوع على حسب لون بشره المريضه ونوعيه الشعر عندها. نتيجته حلوه جدا وفي نفس الوقت بدون الم عن اجهزه تانية ممكن تكون المريضه استخدمتها، ففعلا بيبقى فارق مع العيانه قوي ان هي يبقى عندها تعمل جلسه ازاله الشعر وبدون الم. بنستخدم في تقنيه الكولينج اللي هو الكرايوجين، فعلا بيبقى ما فيش الم اثناء الجلسه، وفي نفس الوقت العيانه ما بتاخدش وقت طويل في الجلسه. بناخد فعلا حوالي من حوالي ساعه الا ربع في الفول بادي. بتطلع المريضه طبعا مرتاحه بدل استخدام الوسائل التقليديه اللي هي كانت بتجمع بين الالم والوقت الطويل.